صفة الوضوء. إن زلامس يتر. ينوي بقلبي. دحر دك ثاني نية تتو. يسمي يقول بسم الله. بسم الله قلت مات ثاني. ثم يستحب له أن يغسل الكفين. يغ غول عدو سنة دوشي شيء كيستيلر. يأخذ ماء بيده اليمنى. يدع أتو أول كيجي ثاني خي حقيتي. يدخل الماء في في. يا شيء بق خدوقتو. ويسحب الماء بمن خري. يغ شيء شين شيء مر ثاني خي شو أوصو. يدير الماء في ذي شي بك شو أخي ميت تغدو أخي ثم يمج الماء يخي واحد أخي يخشي مرت أن بطوة مع الاستنثار خي مرت أن بطوة سوتشر خي أرد أخي ثم يغسل الوجه يخا شي يحيو تو من منبت الشعر المعتاد الأسفل الذقن ومن هنا إلى شعمة الأذن شعمة الأذن مش دعيولوش ميت تيرج إنك تقاتشلت يخ تحلق تيرا ووقلق تقاتشلت إذا يحلور شو إشادة قلت لك مصوخي قوتش تو ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين يخا شي بألكش دون سحا قول تقاتشلت كيك دول تو حتى يستوعب المرفقين يقول تشلات يزعون اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يخا وي ما الله رأيت أور حلق وقته يغا أرو أور كبدو تو ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل يخا كيك شيء تأدين دول بألش ثاني كوارت بيلا تبيلش كيك حق تو يبدأ بمقدمة الرأس حجد عدولش كوارت عبولش مهتيرة إلى قفاه يوخ تيار زطيلة كيولش مش شق يولش مهتي قاتشل تحقتو ثم يعود مرة أخرى يوخ يغني حقتو يدخل سباحتي يوخ شي بألغة وكذلك شي بألغة في صماخي أذني شلتون تاني شلق دلتو ويمسح بالإبهام ظاهرهما يوخ نان بألغة تاني اشتيع لركشان تيع حقتو ثم يغسل الرجل اليمنى صوت أح أهتو بقبل والله إذ مع الكعبين تسيق شكلت كيوك يوخ شو عندك اليمنى ثم اليسرى يوخ صوت أح أهتو بقبل أن صوت أح أروار بقبل والله لا يسرف في استخدام الماء يوخ إسراف تدق إرن خيط تدوبتوه ثم بعدما ينتهي يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يوخ شو لا مسألة نوال صوت أح بعمر يقدر دين دول دعاء يوشتوه والله أعلم.